السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله خالق البشر العالم بما خفي وما ظهر، والله أكبر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يغني حذر عن قدر. والحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة وفي الآصال والبكر، والله أكبر، مؤمناً به وبملائكته وكتبه ورسله والقدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لا ملجأ من دونه ولا وزر، وأشهد أن سيدنا أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، ذو الجناب الأطهر والجبين الأزهر، مغفور ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الكواكب الدرر، وعلى أصحابه النجوم الغرر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما صام صائم وأفطر وهلل مهلل وكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله يا خلف من دبر، ويا بقية من غبر، خذوا زادا كافيا، وأعدوا للسؤال جوابا شافيا، بادروا ثم بادروا، فلا زلتم في مكان الإمكان، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، متاع قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. الله أكبر. وفق العاملين بطاعته فكان سعيهم مشكورا، والحمد لله، من عليهم بلطفه فكان عطاؤهم موفورا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. هذا يوم من أيام الله المباركة، إنه عيدنا أهل الإسلام، فهنيئا لكم ما صمتم، وهنيئًا لكم ما أفطرتم، وهنيئًا لكم ما كبَّرتم وشكرتم. شعاركم التكبير، ودِثاركم الصلاح والتقوى، ولتُكملوا العدة، ولتُكبِّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العيد تكبيرٌ لله وحده، وتحميد، وتسبيحٌ وتمجيد، وشكرٌ وحسن تعبُّد، لتُكبِّروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. العيد فسحة وفرحة وبهجة وجائزة من الله لعباده المؤمنين. أعيادنا أعياد عطف ومحبة وصلة وتجسيد للأخوة الإسلامية، والبذل والعطاء والسخاء والإيثار. الله أكبر، طاعته أفضل مكتسب، والحمد لله، تقواه أقوى نسب. معاشر المسلمين، وهذه وقفة مع إحدى معالم هذا العيد، تلكم هي الزيارات وآدابها وآثارها. إن من أظهر مظاهر أعياد أهل الإسلام التزاور، وتبادل التهاني، وإظهار الشكر في بهجة وفرح وسرور وانشراح صدور. أيها المسلمون، الإنسان مدني بطبعه، ودين الإسلام دين اجتماعٍ وألفة، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والأخوة في الله بين المسلمين شعارٌ ومعنى، وهي محبةٌ في الله، وتعاونٌ على البر والتقوى، والمرء مع من أحب، وله عند الله ما احتسب. وأربع خصال تنشر المودة: الزيارة،
والسلام والمصافحة والهدية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، يقول الحافظ النووي رحمه الله: يستحب استحبابا مؤكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم. ثم قال رحمه الله: وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن تكون زيارتهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه. وإذا كان ذلك كذلك أيها الأحبة وعيدكم مبارك، فهذه إشارات إلى ما ذكره أهل العلم والحكمة والآداب من آداب الزيارة وآثارها. من هذه الآداب استحضار النية الصالحة وقصد التواصل في ذات الله والقيام بحق من له حق، واختيار الوقت المناسب الذي جرت عادة الناس باستقبال الضيوف فيه. ومن الآداب ترتيب موعد الزيارة والتزام آداب الاستئذان وتجنب الزيارات المفاجئة المزعجة. ترتيب يكون فيه أخوك متهيئاً للاستقبال ومستعداً للقاء مع ما ينبغي من الاستعداد لقبول الأعذار بطيب نفس وتقدير للظرف، كما في الأدب القرآني الرفيع: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله أكبر. أجزل للصائمين الجزاء فأكثر، والحمد لله وقد وعد بالنعيم الأكبر. معاشر الأحبة، ومما يراعى التأدب بآداب الاستئذان من التعريف بالاسم تعريفا واضحا، والاستئذان بالطريقة اللائقة المؤدبة كما ينبغي مراعاة وقت الزيارة، فلا يكون طويلا مملا ولا قصيرا لا يفي بغرض التواصل وأرسل المودة. وتقدير ذلك يعود إلى طبيعة العلاقات بين المتزاورين وما بينهم من تواصل وتقارب، كما يحسن الالتزام بالوقت الذي يحدده صاحب البيت. وتأملوا قوله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من الثقلاء أن الله لم يستحي منهم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن الناس ينفرون من الثقيل ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب، فليس الثقلاء بخواص الأولياء، فترى اللطيف الظريف أكرم الناس عشرة وألينهم عليكة وألطفهم قلبا وروحا. ومما ينبغي الحرص على استغلال وقت الزيارة فيما ينفع مع ما يتخلل ذلك من المباسطة وما يدخل السرور ويؤنس المجلس والجليس، كما يقصد بزيارته المحبة والصلة وقصد التعلم من العالم والاقتداء بسمت أهل الفضل والأدب مع حسن الاستماع والتقدير والإجلال والاستفادة ممن يمكن الاستفادة منه في علمه وتخصصه، وعرض ما يعرض من مسائل ومشكلات بأدب ووقار، وبعد عن المراء والجدل الذي يصرف عن الاستفادة وقد يضيق به الصدر ويثور معه الحقد، مع الحرص على عدم رفع الصوت إلا لحاجة. وفي وصايا لقمان كما في التنزيل العزيز: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال بعض الظرفاء: لو كان رفع الصوت محمدة لما جعله الله للحمير. الحمد لله كثيرا كما شرع، والله أكبر كبيرا كما أمر. أيها المسلمون، وينبغي تجنب الفضول في الأقوال والتصرفات والتدخل في خصوصيات صاحب البيت. ناهيكم بما يجب من غض البصر عن المحارم والحرمات والابتعاد عن تقليب النظر
في رجاء البيت وأثاثه ومتاعه. ومن الأدب المراعى أن لا يخوض في حديث لا يحبه صاحب البيت من أسئلة عن خصوصيات لا يود الاطلاع عليها أو الخوض فيها. فلا تمدن عينيك كما لا تمد يديك. كما يلاحظ تجنب النقد الجارح لما يراه من تصرفات أو ما يقدم من مأكول أو مشروب ما لم يكن نصيحة مسلوكا بها مسلك الحكمة في طرحها وأسلوبها وتوقيتها. ومن الآداب أن يجلس الضيف حيث يجلسه صاحب البيت ويأذن له، فصاحب البيت أحق بترتيب الجلوس والمقاعد. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأدب الرفيع بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ومن الآداب ألا ينصرف إلا بعد استئذان صاحب الدار، ويلقي السلام عند الخروج كما ألقاه عند الدخول، فليست الأولى بأحق من الآخرة. الحمد لله على ما من من فضل لعباده الأبرار، والله أكبر ما أجزل لهم الثواب وحط عنهم الأوزار. أيها الأحبة، ومن الآداب حسن استقبال الضيف وملاطفته في بشاشة وطلاقة محية. قيل للأوزاعي: ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره. ولعله أخذه رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح. ومن الآداب حسن الاستماع، ويكون بإمهاد المتكلم حتى يفرغ من حديثه، والإقبال عليه بالوجه وعدم المقاطعة حتى ولو كان المستمع يعرف الحديث. يقول عطاء رحمه الله: إن الشاب ليحدثني فأستمع إليه وكأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. ومن الآداب تنزيه المجلس من المخالفات الشرعية، من الاختلاط المحرم والأكل المحرم والشراب المحرم ومن الغيبة والنميمة والمجالس بالأمانة، وصدور الأحرار مستودع الأسرار. ومن أظهر علامات الأخوة في آداب الزيارة أن تقبل علل صاحبك وتسد خلله وتغفر زلله. وإذا كان مع الضيف أطفال فيحسن ضبط تصرفاتهم عن العبث وما يزعج صاحب البيت والحاضرين من حركات وألفاظ وضوضاء. ومن الآداب توديع الزائر واصطحابه إلى باب الدار، وهذا من تمام الأدب وحسن الضيافة. يقول الشعبي رحمه الله: من تمام الزيارة أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، زوروا إخوانكم وأقرباءكم واكسبوا مودتهم والدعاء منهم وتفقدوا أحوالهم، واصنعوا من المعروف ما يجلب المودة ويديم المحبة. زوروا ولا تنتظروا رد الزيارة، فليس الواصل بالمكافئ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وفي الحديث الذي رواه مالك وأحمد بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وبنحوه عن عبادة ابن الصامت عند المدري بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد الله على مدرجته أي طريقه ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. تبادل الزيارات يبهج النفوس ويشرح الصدور ويؤلف القلوب، والاجتماع والخلطة لقاح العقول. مجالستك لأخيك في الله هي تحفة النفس للنفس، فلا تجعلها مناخاً للبطالين والفارغين وملجأً للمتعطلين، بل هي مجالس للفائدة والأنس، وثمارها لا تنضب ولا طعيفها لا تجف. وبعد، حفظكم الله، احفظوا الحقوق واحرصوا على الألفة وأخلصوا الود واحفظوا العهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله متواصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، والله أكبر مذل من خالف أمره وعصاه، والحمد لله على حلو نعمه ومر بلواه، والله أكبر على سوابغ فضله وجزيل نعمه. أحمده سبحانه وأشكره على ما تفضل من الإحسان وأعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما توله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، معاشر المسلمين، وفي هذه الزيارات مقاربة القلوب كما هي مقاربة الأبدان، وكسب الود وتفقد الأحوال، وتبادل العلوم والمعارف، والتناصح والتشاور، لقاءات مودة فيها حل المشكلات وسد الخلات، وتذكير الغافل وتعليم الجاهل وتقويم المعوج. زيارات تروح بها النفوس وتخفف بها المصائب، وتجلب البشاشة ويتسلى المحزون. يقول محمد بن المنكدر: ما بقي من لذة هذه الحياة إلا الالتقاء بالإخوان وإدخال السرور عليهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأهلنا يذكرون بالدنيا. الله أكبر، أبدع كل شيء وذرى، والحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثم اعلموا، بارك الله لكم في عيدكم، اعلموا أن التكلف في الزيارة ومزيد الاحتشام يؤدي إلى عدم التواصل واستثقال الزيارات، وإذا صفت القلوب زال التكلف. في التكلف اهتمام بالقشور وإهمال للأولويات، واشتغال بالمظاهر والمباهاة، وإشغال للفكر والبدن، وإفراغ للجيب، مما تكون نتيجته الاستثقال والفرقة والنفرة. والقرابة
لا تقرب قاطعا، والمودة أقرب نسبا، والقرابة تحتاج إلى المودة، والمودة لا تحتاج إلى القرابة. والتزاور بهذه الآداب من أظهر مظاهر المجتمع المسلم، يقوي المودات ويزيد وشائج الصلات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر الإخوة، وفي هذه الرحاب الطاهرة وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، اجتمع قادة الأمة في القمم التي رعتها هذه البلاد المباركة، لأنها تدرك بقيادتها وحكمتها ومسؤولياتها أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات، ولا طريق للخلاص والسلام والرخاء إلا بالتضامن والصدق في التصدي للمشكلات والأزمات. إنها الدولة المباركة قلب العالم الإسلامي والعربي في ثوابتها المرتكزة على الدين الحنيف وتوحيد الكلمة وصيانة اللحمة واجتماع الأمة وتبني المبادرات لتأكيد الأخوة والتصدي للفساد والإرهاب. إنه نهج المملكة في تداول الرأي وتبادل المشورة مع الأشقاء والشركاء في المصير. إنهم جميعاً شركاء في سفينة واحدة، وإنهم لواجدون في قبلتهم الجامعة الأصل والمرجعية والصدق والقوة. قمم ثلاث تضع الأمة أمام مسؤولياتها وتحدد مسار الأحداث والمواقف مع الوعي التام لمتطلبات المرحلة. قمم تقرأ الواقع وتنطلق من المستجدات والحقائق والوثائق، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام ربهم ثم أمام شعوبهم وتاريخهم وأوطانهم. إنها الرسالة بأن أمن الأمة واستقرارها واقتصادها هي مهمة الدول العربية والإسلامية جميعاً. إنها قمم الوقفة العربية الإسلامية الواحدة الموحدة أمام مشاريع الفتنة والفرقة والشقاق والإرهاب. إنه الدرع القوي والموقف الرادع لمنع العبث بأمن الأمة ومقدراتها. جمع ميمون في قمم استثنائية في نوعها وكيفيتها وزمانها ومكانها وموضوعها. قدموا إلى هذه الرحاب الطاهرة لأهداف نبيلة قادة ملاذهم بالله جل وعلا، ثم بهذا الحاضن المقدس الكعبة المشرفة والبيت العتيق والرحاب الطاهرة. هذه الديار المباركة منبع النور ومنطلق رسالة ومتنزل الوحي، هي الأمن والمنار، ومن قوتها وصدقها وتاريخها يكون المنطلق والتأثير والبلاغ في أيام فاضلة وليالي شريفة. بارك الله في الخطى وسدد المسيرة وجمع كلمة الأمة على الحق والهدى ورد كيد الأعداء في نحورهم. الله أكبر على ما أولى وهدى، والحمد لله على ما وهاب وأعطى. أيها الإخوة، ورجال أمننا وقواتنا جنود صناديد وأبطال بواسل يعلمون مقامهم وشرف مكانهم وصلح عملهم، فهم على الحق والهدى بإذن الله بشجاعتهم وكفاءتهم بعد عون الله تعالى. تبقى هذه البلاد عزيزة محفوظة شامخة، حامية للمقدسات، حافظة للحرمات، فحفظهم الله وحفظ بهم وشكر مساعيهم. الله أكبر معيد الجمع والأعياد، والحمد لله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إنه لا يخلف الميعاد. معاشر المسلمين، ابتهجوا بعيدكم، فأنتم بإذن الله في أمن وأمان واطمئنان. عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم. ابتسموا وابتهجوا، انشروا السرور والبهجة في أنفسكم وأهليكم وإخوانكم. العيد والتهنئة لمن يزرع البسمة على شفاه المحتاجين ويدخل السرور على المرضى. أيها المسلمون، العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسد وإزالة كوامن العداوة والبغضاء. العيد عيد فرح وسرور لمن طابت سريرته وخلصت نيته وحسن للناس خلقه ولان في الخطاب كلامه. العيد لمن اتقى مظالم العباد وخاف يوم التناد. العيد لمن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.
فافرحوا واشكروا وادخلوا الفرح على كل من حولكم، فالفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته، السرور والفرح لذة لنيل مشتهى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العيد، استدامة العبد على نهج الطاعة والاستقامة واتباع الحسنة الحسنة. وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات والأعمال الصالحات. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين، أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه وإخوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة اليهود المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انزل من بأسك الذي لا يرد عن قول المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلح أحوال المسلمين. اللهم يا ذا الجود ومن، اللهم يا ذا الجود ومن، احفظ علينا هذا الأمن وسدد قيادته، وقوِّ رجاله، وخذ بأيديهم وشد من أزرهم، وقوِّ عزائمهم، وزدهم إحسانا وتوفيقا وتأييدا وتسديدا. اللهم اشف مرضاهم، وارحم شهداهم، واحفظ أسرهم وذرياتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله متواصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، ومع إشراقة شمس هذا اليوم، ارتفعت أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر تصدح بها حناجر الكون عذبة الندية، تبشر بالمنى الدافئة والأمان الحانية، تضيء في القلوب والنفوس أقباس هذا العيد الأغر، تتعاطف النفوس الصافية في يوم الصفاء، في هذا اليوم، يوم عيد بهيج، يقول للناس: كل عام وأنتم بخير. هذه الصورة كان وراءها جهد عظيم استطاع توفير هذه الأجواء الروحانية والإيمانية، واستطاع بعون الله الحفاظ على هذا المناخ الفريد من الأمن والاستقرار والسلام
الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد، وكان وراءه جهود كبرى مخلصة وفرت كل الإمكانات لاستيعاب واستضافة هذه الأعداد الضخمة من قاصدي بيت الله الحرام، وتيسير كل الخدمات والإمكانات لهم حتى يتوجهوا إلى الله بقلوب خاشعة في هذه الأيام المباركة بعيداً عن أي مشقة أو صعاب. إنها صور نعتز ونفخر بها في هذه البلاد، ونقدمها نموذجاً لأمة الإسلام وما يجب أن تكون عليه، بعيداً عن محاولات التشويه والتشويش التي تنال من صورة المسلمين في العالم المعاصر. ما أجملها من لحظات إيمانية كنا معكم فيها، حيث نقلنا لكم صلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك من بيت الله الحرام، صور مفعمة بالإيمان لهذا الجمع الإسلامي. كنا معكم بالصوت والصورة سواء في ليالي رمضان المباركة وأيامه الفضيلة من بيت الله الحرام، أو من خلال هذا النقل المباشر لصلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك من بيت الله الحرام في مشهد إيماني رائع. اللهم تقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم على المسلمين من قاصدي بيت الله أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان وراحة واستقرار. والتهنئة لكل الجهود المخلصة التي عملت على راحة قاصدي بيت الله الحرام، ونهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات. ونحن نعيش أجواء هذه المناسبة السعيدة، نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهد الأمين أسمى آيات التهاني والتبريكات، مع الدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات. كل هذه الرعاية، كل هذه المتابعة والخدمات المميزة والمتكاملة التي وفرتها الدولة وسط منظومة من الخدمات للزوار والعمار الذين امتلأت أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام بهم منذ الصباح الباكر ليؤدوا صلاة العيد في هذا اليوم المبارك. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. وأنقل لكم تحيات كافة الزملاء الذين أسهموا طوال تلك الفترة في نقل هذه الشعائر المباركة من بيت الله الحرام إلى كل أصقاع الدنيا. هذه الصورة النقية من بيت الله الحرام ومن رحاب هذه الديار المقدسة. أنقل لكم تحيات المخرج فيصل الشهراني، وأيضا الزميل المخرج عبد الله جاوة، وتحية لكم من زميلي المذيع ياسين اللحياني، وتحية لكم مني ومن كافة الزملاء الذين نقلوا الصوت والصورة هنا في بيت الله الحرام وفي هذه الأجواء الممتعة وهذه اللحظات المباركة من يوم عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. تحية لكم مني سعود الجهني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.